في انتظار صافرة البداية من قبل الحكم مصطفى الدرسي. تعطى على كل حال ضربة البداية وكرة ملعوبة عن طريق اللاعب أحمد الميري، يلعب كرة أمامية والتغطية حاضرة تجعل من الكرة تعود عن طريق اللاعب مراد زاو. صامتي يستعد، برجي يستعد، هناك عودة لخط الظهر وكرة ملعوبة بشكل رائع، تسديدة كانت غاية في الروعة. الصامتي يلعب كرة بشكل رائع، كان من الممكن أن تكون في الزاوية اليسرى، إذا تسديدة كانت بارعة ونشاهد إعادة من زاوية أخرى وتألق البرجي اللي كان أبعد الكرة بشكل رائع. كرة هاجمة، فرصة فتح اللعب، فرصة نقل الكرة، فايق يستلم كرة، يوسف فايق، يوسف فرصة تواغل تابع فيه ثلاثة لاعبين دفاع واحد، فرصة تسديدة على المرمى، يرفع كرة خطيرة هذه الكرة، تسديدة بشكل رائع، كرة تصطدم القائم الأيمن، كان من الممكن تغالط حارس المرمى هذه الكرة. إذا نشاهد الفرصة من زاوية أخرى والتسديدة اللي كانت رائعة مع عن طريق اللاعب يوسف فايق، كان من الممكن يأتي الهدف الأول أي هدف الأسبقية لمصعد فريق الأولمبي من خلال هذه الكرة. محاولة بناء هجمة والمتابعة كانت عن طريق اللاعب أحمد زكي. فرصة تقدم بالكرة، فرصة توغل، فرصة لعب الكرة بالعرض، فرصة لعب الكرة، هدف 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 لفريق الأولمبي. النتيجة على كل حال إلى حد هذه اللحظة هدف مقابل لا شيء. إذن نشاهد الإعادات اللي توالت والكرة صدمت بالعارضة وكانت للتأكيد على كل حال نشاهد اصطدام الكرة بالعارضة داخل الخط، تجاوزت الكرة على كل حال الخط وأصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. الهدف عن طريق اللاعب فخري العمدوني بتسديدة رائعة توالت كما أشارت التسديدات، كنا ننتظر في هدف الأسبقية من خلال هذه المباراة وشاهدنا الهدف. بالتأكيد هذا الهدف سيجعل من المباراة تأخذ وتيرة أخرى من لاعبي فريق الأولمبي أو من لاعبي فريق المحلة، والإعادة من زاوية أخرى. كرة اصطدمت بالعارضة وتجاوزت الخط، إذن هدف مقابل لا شيء. طبعا تجاوزت خط المرمى، معلنة عن تسجيل الهدف الأول في الشوط الأول في هذه المباراة. على كل حال ما نتمناه في هذا الشوط الثاني وأن تكون مباراة أو شوط مفعم بالحيوية من لاعبي كلا الفريقين. على كل حال برعصي ينقل كرة، تعود كرة من جديد، علي شيوة، علي شيوة كان من الممكن نرى هفوة، فرصة فرصة وخطيرة هذه الكرة، القمودي وعلي شيوة وشطيبة، كان من الممكن نشاهد الإعادة من زاوية أخرى، نشاهد كيف علي شيوة لعب الكرة وكيف الكرة وصلت للاعب عبد المنعم عكاشة اللي كان من الممكن يأتي بشيء من خلال هذه الكرة، ولكن لحسن حظ حارس المرمى علي شيوة إن الكرة لم تأتي بشيء. كريست 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 يتابع في مراد زاو، تباطأ كريست في هذه الكرة، لازال يشكل خطورة والتشتيت، فرصة بناء هجمة، محاولة الانطلاق، كرة ملعوبة عالية وكريست وعلي شيوة وإبعاد الكرة، خطير هذا اللاعب، خطير من علي شيوة، يكون أقرب من الجميع. نشاهد الإعادة ونشاهد ضربة الرأس، علي شيوة بلاعب لاعب الخبرة كيف تألق وأبعد الكرة، لم تكن هناك متابعة إلا من خلال أسامة شطيبة اللي شتت الكرة وكادت هذه الكرة أن تتهادى داخل الشباك، وضربة حرة غير مباشرة لفريق الأولمبي. وفي هذه الآونة حكم اللقاء مصطفى الدرسي يطلق صافراته، منهي زمن هذا اللقاء.